أهلا بكم من جديد. أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بما يسمو به رجال الأمن كل في موقعه من جهود مخلصة للحفاظ على الأمن والاستقرار لصون المكتسبات الوطنية ضمن المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله. وهنأ سمو الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية وكافة منتسبي الوزارة بمناسبة يوم الشرطة البحرينية مثمنا سموه عاليا تفاني وإخلاص رجال الأمن وتضحياتهم المشرفة بالروح والجهد والوقت بما يستدعي الفخر من الوطن ويكون له عظيم التقدير والشكر. كما هنأ سموه خريجي الدفعة العاشرة للتلاميذ العسكريين بالأكاديمية الملكية للشرطة متمنيا سموه لهم التوفيق والنجاح في تولي مسؤولية حفظ الأمن وهو شرف وواجب وطني للجميع، وذلك بتطبيق القانون وأسس العدالة مع الالتزام بالعزيمة والإصرار والإرادة وصون حقوق الإنسان وحرياته. جاء ذلك لدى تفضل سمو حفظه الله برعاية حفل تخريج الدفعة العاشرة للتلاميذ العسكريين بالأكاديمية الملكية للشرطة، كما هنأ سموه وشكر ذوي الخريجين وجميع القائمين على الأكاديمية الملكية للشرطة على إسهاماتهم الكبيرة فيما حققه الخريجون من نجاح. وكان الحفل قد بدأ فور وصول صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء يرافق سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة، حيث كان في الاستقبال الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية وكبار المسؤولين بالوزارة. الأكاديمية الملكية للشرطة، السلام الوطني، سلام. استاذن سموكم بتفقد طابور الخريجين سيدي. ثم بدأ العرض الميداني بالمرور أمام المنصة وأداء التحية لراعي الحفل. وقد أعرب الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية عن خالص شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم على الدعم والمساندة التي تلقاها جميع قطاعات وزارة الداخلية للنهوض بواجباتها. كما أعرب معالي الوزير عن بالغ فخره واعتزازه بتفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالرعاية الكريمة لحفل تخريج الدفعة العاشرة للتلاميذ العسكريين بالأكاديمية الملكية للشرطة، مشيرا إلى أهمية المضي قدما في تطوير القدرات ورفع معدلات الاستعداد والجاهزية لمواجهة مختلف التحديات الأمنية. الأكاديمية الملكية للشرطة تقدم بهيئة الاستعراض بنظام الفصائل من اليمين معتدل سر
سيدي صاحب السمو، إنه من دواعي الفخر والاعتزاز أن أقف في هذا اليوم من أيام الوطن العزيزة على قلوبنا مرحباً بسموكم والضيوف الكرام، لنشهد تخريج ثلة من أبنائنا الأعزاء الذين يتشرفون بالانضمام إلى إخوانهم الذين سبقوهم في نيل شرف خدمة الوطن والمساهمة في تحقيق أمنه واستقراره. وإنه لمن يمني الطالع أن يأتي الاحتفال السنوي بيوم الشرطة البحرينية في 14 من ديسمبر في أجواء مناسبتين من مناسبات الوطن الجليلة، هما ذكرى تولي سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لمقاليد الحكم واليوم الوطني المجيد. وفي هذا المقام وبهذه المناسبات العزيزة، فإنه يزيدني شرفاً أن أرفع بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن منتسبي الأمن العام إلى المقام السامي لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى سموكم الكريم أصدق التهاني وأسمى التبريكات. إن ما وصلت إليه قوات الأمن العام من تقدم وما حققته من إنجازات بفضل الله قد جاء نتيجة لما أولاه سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لرجال الأمن من الرعاية والاهتمام، تقديراً من جلالته للدور الذي ينهضون به في الحفاظ على الأمن والاستقرار، انطلاقاً من إيمان جلالته بأن الأمن مظلة النهوض والأساس المتين لبناء النهضة ودعم مسيرة الإصلاح والتطوير التي تشهدها مملكة البحرين في العهد الزاهر لجلالته. كما حظي رجال الأمن بدعم الحكومة الرشيدة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وما هيأته من إمكانات بشرية ومادية ومعنوية وجعل جهودهم موضع الإشادة والتقدير. كما نال رجال الأمن دعم ومؤازرة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من خلال متابعة سموه ورعايته الدائمة لهم، بالإضافة إلى ما يليه سيد الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية الموقر من رؤية ثاقبة وقيادة حكيمة محنكة ومتابعة حثيثة ومساندة مستمرة. وفي ذلك الإطار ونتيجة لسياسات واستراتيجيات التحديث والتطوير التي أطلقها ورعاها سيدي معالي وزير الداخلية، فقد أضحت الأكاديمية الملكية للشرطة والتي تأسست في عام 2003 ميلادية صرحاً تدريبياً وتعليمياً يشار إليه بالبنان، فقد قامت بإبرام العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع 11 مؤسسة أكاديمية وتدريبية متخصصة محلية ودولية حتى اليوم، بالإضافة إلى حصول مختلف أفرعها على الاعتمادية الدولية لمناهجها التدريبية والتعليمية. كما أطلقت برنامجين في الدراسات العليا، برنامج الماجستير في العلوم الجنائية والشرطية وبرنامج الماجستير في العلوم الإدارية والأمنية، استفاد منهما أكثر من 400 من الضباط، بالإضافة إلى دارسين من 13 جهة حكومية. وما زالت هناك عدد من برامج الدراسات العليا المتخصصة كمشاريع قيد الدراسة. بالإضافة لذلك واستكمالاً لإعداد وتطوير القوى البشرية ضمن تلك السياسات، فقد ابتعثت الوزارة خلال الأعوام الماضية أكثر من 300 من الضباط للدراسة في برامج الدراسات العليا في مختلف التخصصات داخل وخارج المملكة. كل ذلك ساهم في تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات في شتى المجالات، وخصوصاً في مجالات مكافحة الجريمة والجريمة المنظمة والأمن السيبراني ومكافحة جرائم الأموال وجرائم المخدرات، وتم تحقيق نجاحات كبيرة في مجالات التصدي للإرهاب وعمليات التهريب وتمويل الإرهاب والتصدي للتدخلات الأجنبية. بعدها قام الخارجون بأداء القسم. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أن أكون وفياً للبحرين،
أميناً على حقوقها، مخلصاً لمليكها المفدى، مطيعاً لجميع الأوامر الحقة التي تصدر إلي من رؤسائي، محافظاً على شرفي وسلاحي، مؤدياً أعمال وظيفتي بالصدق والأمانة، محترماً قوانين البلاد وحقوق الناس، والله على ما أقول شهيد. ثم تفضل صاحب السمو الملكي ولي العهد بتكريم الأوائل منهم. التلميذ العسكري أحمد حمد عيسى الصقر، وقد حصل على الأول في المجموع العام مع مرتبة الشرف. التلميذ العسكري محمد فواز محمد المعايطة، مبتعث من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وقد حصل على الثاني في المجموع العام مع مرتبة الشرف. التلميذ العسكري عبادة وليد عبد الله هجرس، وقد حصل على الثالث في المجموع العام مع مرتبة الشرف. التلميذ العسكري أحمد عدنان أحمد الشامسي، وقد حصل على جائزة القيادة. التلميذ العسكري سليمان يوسف عبد الله السعودي، مبتعث من دولة الكويت الشقيقة، وقد حصل على جائزة الرماية. التلميذ العسكري علي عبد الله يوسف جناحي، وقد حصل على جائزة المشاة. وأخيراً التلميذ العسكري عبد الرحمن خالد خليل إبراهيم، وقد حصل على جائزة التربية البدنية. بعدها قام الخريجون بتقديم التحية لراعي الحفل، ثم غادر الطابور أرض الميدان. We'll be right back.
سلام. قف. استاذن سموكم انصرف طابور سيدي. الأكاديمية الملكية للشرطة إلى الداخل. جر. مجموعة العلم واعتدن. سر. وقد تشرف عدد من ضباط وزارة الداخلية والهيئة التعليمية في الأكاديمية الملكية للشرطة بالسلام على سموه حفيده الله، معربين عن شكرهم وتقديرهم لتفضل سموه برعاية هذا الحفل وتزويدهم بالتوجيهات التي تصب في الارتقاء بالعمل الأمني. Thank you.
بعد ذلك قام معالي وزير الداخلية بتسليم الشهادات للخريجين والذين تم تأهيلهم وفق أرقى المستويات العلمية والتدريبية، ومن بينهم مبتعثون من عدد من الدول الشقيقة والصديقة. وهنأ معالي الخريجين بالانضمام إلى زملائهم من رجال الشرطة من أجل حفظ الأمن في كافة أنحاء الوطن، مشيدا بالنتائج الطيبة التي حققوها بما ينعكس على أدائهم الأمني، متمنيا لهم التوفيق والسداد لخدمة الوطن. هذا وقد عبر عدد من أهالي خريجي الدفعة العاشرة من التلاميذ العسكريين بالأكاديمية الملكية للشرطة عن فرحتهم واعتزازهم بتخرج أبنائهم وانضمامهم إلى صفوف رجال الشرطة في إطار مسيرة العطاء والتضحية لشرطة البحرين. طبعا أهمية التلاميذ العسكريين هو أن هم يعني حماة الوطن ويحافظون على الأمن في المملكة، وهذه يعني هذا الجيل يعني له مستقبل إن شاء الله لأجل تعزيز الأمن والاستقرار في مملكة البحرين وحمايتها من الإرهاب. كل شيء بيد الله، والوطن يستاهل أن احنا نقدم لأبنائنا، ولو احنا بعد فينا شدة وبعد احنا يعني قوية وشباب بعد بنقدم أكثر. احنا قدمنا في السلك المستشفى، وإخواني في الشرطة كلهم، يا رب يا رب يعطينا القوة ودينا أحفاد وأحفاد ونخدم هالبلد. كنا إحنا اللي يعني نأيده، وهو كان حاب إنه يكون في السلك العسكري. أي نعم، خصوصاً إنه كان أخوه الله يرحمه في السلك العسكري، كان طيار. مشاعر ما توصف. وبعدين وإحنا بنحتفل بالعيد الوطني الحمد لله، وبهالمناسبة يبارك حق جلالة الملك الله يحفظه، ورئيس الوزراء ولي العهد الله يحفظهم كلهم، يحفظ شعب البحرين ويديم علينا الأمن والأمان. وإحنا نفتخر إن عيالنا انخرطون في المجال العسكري. أول شيء نشكر ملكنا وتاج راسنا وعلى راسنا وسمو رئيس الوزراء ولي عهد الأمين، يعني ما قصروا واللي اختاروا هالتلاميذ العسكرية، والحمد لله على كل حال. يعني الأربع سنوات كانت صعبة جدا علينا، يعني صعبة جدا، واليوم اللي شفناه زي ما شفت النظارة لكن كلها دموع يعني، والحمد لله فضل الله يعني دشوا بشيء وطلعوا شيء ثاني. والله ولدي محمد محارب العبشل، والحمد لله فضل من رب العالمين تخرج 4 سنين الحمد لله انقضت ان شاء الله الحمد لله، وما قصروا اهل البحرين صراحه شيء وايد وايد حلو ومنظم وفضل من رب العالمين يعني غير. والله احنا ما نعتبر الولد طلع من الكويت، احنا نعتبره بلد الثاني، يعني الكويت والبحرين كنا داش ببيته وطالع البيت الثاني، فما احس باي غربه واي شيء. اول شيء ابارك له ان شاء الله، ومن هنا لاعلى ان شاء الله نشوفه في على المراكز، ان شاء الله نشوف روحنا احنا بعرف هالاماكن.